نظرتنا اليوم هي نظرته الثالثة في مسلسل ندوات المعتمد جامعة المعتمد بن عفان المفتوحة في دوراتها 37، وهذه الدورة تعنى بموضوع التطورات التي تعرفها أوروبا في السنوات الأخيرة وانعكاساتها على دول الجنوب التي كانت في أغلبها مستعمرات لدول أوروبية معروفة. وكما هو وارد في ورقة تقديم هذه الندوة، الملاحظ هو أنه تعددت في السنوات الأخيرة تحضيرات كبار القادة والسياسيين والمفكرين الأوروبيين من انحدار بلدان الاتحاد الأوروبي، بالخصوص إلى خطر الخروج من التاريخ. المشاركة ترتبط بموضوع أوروبا ومستقبلها، خاصة وأنها أصبحت تخضع لنوع من التهديد المتمثل في تدهور أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الاستراتيجية. نلاحظ فعلا أن أوروبا اليوم تعاني من مشاكل ترتبط بالهجرة واللجوء إلى ترابها. أوروبا تعاني كذلك من مشاكل اقتصادية ترتبط بالتأكيد بارتفاع نسب البطالة ومعدلات التضخم، وربما تقع في أزمة اقتصادية حقيقية، خاصة وأن مواد الطاقة ارتفعت، وبوتين في صراعه مع الأوكرانيين يهدد بالغاز وبالأرض المحروقة داخل أوكرانيا وبأزمة غذائية. وبالتالي هذه التطورات إذا نحن أضفنا إليها ظاهرة التفتت الداخلي التي تعيشها أوروبا، سواء في الصراع بين قوى اليمين والوسط واليسار، أو فيما يتعلق حتى بالتعامل مع الشركاء الإقليميين على المستوى الجهوي. علاقات أوروبا متوترة مثلا مع إفريقيا وخاصة فرنسا، هناك انسحاب متواصل لهذه القوى الأوروبية من قلب القارة الإفريقية، وبالتالي هي تعاني علاقات ستكون في المستقبل أطرافها الأساسية لا تقع داخل القارة الأوروبية بل خارجها. أوروبا التي حكمت العالم لأكثر من 3 قرون وظلت تسيطر في مجالها الاستعماري على كل من قارة إفريقيا وقارة آسيا باستثناء اليابان، هي اليوم تعيش ظروفا حرجة في مسارها السياسي والاستراتيجي والاقتصادي والاجتماعي والداخلي. هذه الأوضاع قد تدفعنا إلى الاهتمام كثيرا بما تعيشه أوروبا، ولذلك نحن نلتقي اليوم مع كلة من كبار المفكرين ليس فقط في العالم العربي ولكن كذلك في العالم الأوروبي. هؤلاء المفكرون سيناقش كل منهم بما أوتي من قوة، سوف يناقش هذا الوضع الذي تعيشه القارة الأوروبية اليوم، هل يتسير إلى التدهور والانهيار؟ كما تعلمون أن تاريخ العلاقات بين الدول العربية والعالم العربي وأوروبا قديم وأيضا معقد. شهدت تحديات ومشاكل عديدة على مر العصور. فخلال 3 قرون الماضية كانت أوروبا المهيمنة على العالم، ومن ضمنها منطقة الشرق الأوسط وتحديدا المنطقة العربية. 3 قرون مضت وأوروبا في صعود عبر ديناميكية الدولة المستعمرة وعبر ديناميكية نشر التنوير والثورة الصناعية والنظم الديمقراطية الليبرالية، وكانت النموذج للنظام السياسي والاقتصادي والفكر الحر. هذه بدعوة كريمة من السيد الوزير محمد بن عيسى، سأشارك في هذه الندوة المتعلقة بالوضع في أوروبا والاندماج الأوروبي وعلاقات أوروبا مع جنوب المتوسط وأفاق التعاون بين جهتين شمال وجنوب المتوسط في ظروف التحولات الدولية التي تعرفها المنطقة والعالم. سننظر في الإشكاليات المطروحة على الاندماج الأوروبي والوضع الراهن داخل أوروبا، خاصة وأن هناك تيارات يمينية الآن بدأت تنتشر في
المجال السياسي، وهناك موضوع الهجرة اللي هو موضوع مهم يعني في علاقاتنا، ولكن أيضا نحن ننظر لأوروبا كشريك أساسي في مجال التعاون الثنائي، في مجال الاستثمار، في مجال السياحة، ونأمل أن تفضي هذه الندوة على بعض التوصيات التي من شأنها أن تساعد على مزيد فهم هذه العلاقات، الوضع في أوروبا داخل أوروبا نفسها، ولكن أيضا في تطوير العلاقات بين أوروبا وجيرانها في جنوب المتوسط. هي اهتمامنا بالوضع في أوروبا، لأن نريد نرى أن العالم بصدد تحولات جذرية هامة جدا، وهذه التحولات تقتضي من شركائنا في أوروبا الاهتمام بجوارها. مهم أن أوروبا تغير نظرتها للجوار الجنوبي، لأن أمنها واستقرارها ونهوضها اقتصادها مرتبط بنهوض وأمن استقرار جنوب المتوسط. هذا ليش مهم أن أصدقائنا في أوروبا يغيروا سياستها تجاه أوروبا. وأنتم لاحظتم وأنهي بهذا أن أزمة أوكرانيا، أزمة أوكرانيا مع الأسف أظهرت أن العديد من الدول الأوروبية الأفريقية لم توافق، لم تتماهى مع الموقف الأوروبي والغربي بصفة عامة في إطار الأمم المتحدة. يكون أرأس جلسة الغد إن شاء الله عن الاتحاد الأوروبي وعن يعني مشاكل علاقته ببقية العالم. أرأس جلسة أظنها ستكون جلسة عميقة وثرية، ونتطلع إلى يعني قراءة أكثر في هذا يعني نقدر نقول هذه الشراكة الإنسانية الكبيرة التي كانت الاتحاد الأوروبي، التي نجحت على المستوى الاقتصادي نجاحا كبيرا، ولكن لا أظنها قد نجحت على المستوى السياسي، لا على مستوى شعوبها ولا على مستوى الشراكة في السياسة الدولية والعالمية. Commencer par la guerre sur son prélèse, le choc du premier. 2008, ça a été souligné. Et l'Ukraine, je disais, Gaza. Ce sont des choses qui ont ébranlé et la solidarité et avisé les conflits et les concurrences au sein de l'espace politique et économique européen. Le besoin de réforme est possibilité par l'amélioration, la réforme du système démocratique, parce que l'émergence des national-populismes est en train de mettre en question en danger cette construction européenne, l'espace démocratique.